السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم نعيش طبيعيا. جد بكم اللقاء مرة أخرى. هذه الحلقة يعني كتخص إن شاء الله الكيك أو الخبز الحلو، مواد طبيعية بإذن الله، دائما تحت الطلبات ديالكم والطلب ديال تحت الطلب ديالكم استعمال الخروب اللي شفنا البودرة ديالها مجموعين. دونك على بركة الله بسم الله نشوفوا المقادير اللي معنا ونخدموا في نفس الوقت باش نربحوا الوقت. عندي هنايا كأس من التفاح، يعني خديت تفاحة طحنتها. عندي التمر، غنحلو بالتمر، معجون التمر اللي شفتو معايا دائما مستحمي. نضيفو جوج معالق ديال الزبدة مدوبين، زبدة بلدية أو السمن، خميرة بلدية. غناخدو كأس، يعني نعمرو هاد الكأس هذا، خميرة تغدات يعني شتيدة، يعني كنغديها أنا في الليل والصباح كنخدم بيها، نحرك ونعمر الخميرة. خواتي كيتسائلو الكمية اللي بقات ليا، نغديها غادي نغطيها فقط، نمسح الجوانب ننظفهم ونغطيها بالثوب دائما كما تعهدنا. وحين اريد العجن ان شاء الله غادي نغديها، مثلا اليوم ما غنعجنش، باغا اريد العجن غدا ان شاء الله في الليل، غادي نغديها بكميه من الطحين باش توجد ليا الغد الليل. ولا الا كنت بغيت ندير شي تحضير نقدر نحضرها مثلا ساعتين مسبق، بغيت نحضر فطائر او شيء من هذا القبيل، كنغطيها في الطين كتحتفظ وكنغطيها. عندنا الخميره ها هي مزيان، ضفنا عندي كميه من الماء ديال القله، نحرك ونشوف. المهم بان مع التمر والتفاح اللي عملنا الخبز ديالنا او الكيك ديالنا كيجي رطب. نحرك، نكمل الكاس ديالي. الطحين اللي غنستعملو هو دقيق القمح الكامل، يعني غادي يشرب لنا الماء. الان غادي نديرو النواشف، عندنا بودرة اللوز كتعطي المذاق، عندنا بودرة زريعة الكتان، معلق صغار، يعني تقريبا هنا عندي ثلاث معالق كبار ديال بودرة اللوز، عندي قليل فقط من القرفة، تقدرو ديرو الهيل، حبة الهيل، كردموم أو لانيس. والآن غنضيفو الخروب، كنديرو الكمية اللي بغينا، واحد جوج ملعق، نحركو ونشوفو. تقريبا ثلاثة المعالق كبار، ونضيفو الدقيق، نضيفو الدقيق شيئا فشيئا، نضيفو الدقيق، نحركو، نكملو. دينا تقريبا 200 غرام ديال الدقيق، القمح الكامل، نقدروا نديرو الشوفان كذلك، انا جربتها بالشوفان جات رائعه.
ونديرو نصف كمية شوفان ونصف كمية قمح. كتجي رطبة بهاد التمر يعني ما نخافوش. خنشوفو هاد لا تيكستور هكا. هنا إناء الفرن بالزيت، زيت الزيتون، ورشينا بطحين القمح باش ما يبقاش عندنا اللون الابيض من هدوم المول. ندير رشه ديال الخروم من الاسفل، نزيد نتاكدوا ما يلصقش، باش يجينا اللون ديالو من الاسفل اسود ما يجيناش كذلك، باش نضمنوا بانه بما انه غادي يخمر يسبب الكيك العادي، او نضمنوا بانه ما غيلتصق ليناش من الاسفل. فوالا الطريقة ديالنا، الطريقة الشكل ديالنا وكنبسطوه بالشكل هذا. كنسخن الفران، ندفيوه وندخلوه يخمر، تقريبا غير يبدا يخمر ساعة نطيوه شي تبخنا الكيك ديالنا باذن الله. كتشوفوا مع المخمرات ساعه تقريبا، هي اللي كانت تحت من هذا المستوى هي وصلت لهذا المستوى. دابا غنحطوها في الفرن. ها هي كيبداو التشققات اللي هنا، التشققات اللي كتشوفونا ها هي بالنسبه لكم. صافي خصنا نخبزوها في الفران على 160. ها الكيك ديالنا بعد ما خرجناه انتما دابا نخليه يبرد وغنحيدو من المول. شوفوا كيفاش نقدمو ان شاء الله. خرجنا الكيك كما شفتوا معنا، غنديروا فتحات ونخويو عليها عصير البرتقال اللي وجدتو. نوريكم كيفاش وجدتو. بسم الله نخويو عليها حله بالتمر، بودره التمر. كتشوفوا هذا العصير البرتقاله، خديتها برتقاله كامله وقطعتها حيت فقط القشر الخارجي، قطعتها وطحنتها في الميكسور بلندر، صفيتها بصفايه رقيقه والعصير خلطته مع يعني ما رميت حتى حاجه. انا غنوريكم داكشي اللي صفيت شنو درت به. صفيتها وضفت ليه بودره التمر اللي شفتو معايا في الحلقات السابقه. فوالا وحصلنا على هاد كتشوفوا هاد الكولي هذا. والبقايا غنشوفوا شنو درنا به. حطيتو في البلندر، صفيتو في هاد المصفات هادي. السائل اللي خرج لي هو اللي ضفت ليه بودره التمر ودرتو. الى ما عندكمش بودره التمر تقدروا ديروا العسل، انا كنفضل بودره التمر. درنا هاد الكولي اللي كما كتشوفوا ولا كشي اللي بقى ليا هنايا، يعني الالياف اللي بغينا نقولوا، داك العصاره اللي بقات لي هنايا ما هنايا، داكشي اللي بقى لي هنايا. ضفت عليه التمر، التمر المهروس اللي كتشوفوا عندي دائما معجون التمر، وطحنتهم ضفت لهم القرفه. ها هو عندنا مربى طازج بدون طهي، انتما كتشوفوا حنا غادي نتناولوا به داك الخبز. كيجي رائع وسهل التحضير وما كنكونوا ضيعنا ولا شيء. هو عندنا فيه القرفة، غنخليه خارج الثلاجة. هي عندنا ها هو غنزينوه باللوز. يعني كيبقى استثنائي هادشي، يعني غير التزيين. غنقطعو دابا بوبيس بوبيس ماما بوبيس وكارد. هاكا ديالنا من الداخل تشوفو، وهذا بالخروب. نقطعو بهذا الشكل هذا ونزينوه بالمربى ديالنا، مربى كيما هي المربى اللي وريتكم بدون طاي. هاهي نحطوها هنا في الداخل.
ملي كنديرو واحد الطبقه كنغطيو. دونك حنا قدمنا لكم هانتوما كتشوفوا كاطو كيك خبز حلو بالخروب والبرتقال كتشوفوا عندي مربى عيمه لم نضيع اي شيء. هانتوما شوفوا رطبه ما شاء الله، شوفوا شهيتكم حقكم في الجنه. انا اقترح لي غدنا نعيشكم وكان تطبيق الخروب بين التطبيقات العديده، دونك هذا كيبقى يعني تحضيرات استثنائيه من حين لاخر. كما شفنا الاصل في التغذيه هو الاكل، المواد الغذائيه على طبيعتها، كل ما كانت غير مطهيه كل ما كانت احسن، خاصه لهذه المواد القويه مثل الخروب مثل التمر وحتى البرتقال. هنا حاولنا نوازنو، هنايا حضرنا مربى البرتقال بدون طهي، حاولنا نوازنو كما لاحظتوا معنا مواد طبيعيه ونتيجه جد 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 رائعه باقل ضرر باذن الله، بدون حضور بيض. دائما كنأكد بدون حضور بيض. الاخوات اللي كيتسالوا، البيض لا يتجانس مع الفواكه. شوفوا شحال ديال الفواكه درنا هنا، برتقال، لوز، يعني مجموعه من الاشياء، تمر، يعني كتحدث تفاعلات كيماويه عندك المعده مزجيه مع بعضها قبل الطهي وعند الطهي، وكذلك اثناء الهضم، يعني منذ مزج الفواكه مع او اي سكريات مع البروتينات الحيوانيه كتبدا مشاكل، كتبدا يعني افراز ديال مجموعه من التفاعلات الكيماويه اللي كتنتج عنها بطبيعه الحال مجموعه من المواد الخطيره على الجسم، وبطبيعه الحال ملي كتدخل الجسم كتوقعوا يعني عده يعني تفاعلات مع الجسم، مشاكل هضميه وغيرها. كنادي الاخوات باش يتخلاو على داك المنظومه ديال الكيكه او اي تحضير فيه المزج ديال البروتينات مع السكريات او الفواكه، ويعني بحجه يعني انا كنمزجوا اشياء يعني بلديه او طبيعيه كالبيض والتمر والعسل والخميره البلديه، لا يعني بتاتا بانها منظومه صحيحه. كفانا نشوفوا غير الاطباق اللي كانت كتحضر في الزمن القديم الجميل اللي كان كيحترم هذا التجانس. سبحان الله، يعني ما كانش حضور البيض، ما كانش حضور البروتينات الحيوانيه، كان كيكون وجود للفواكه حتى هي كتساعد على التخمر، يعني برتقال، تفاح، يعني هادشي كله كيساعد على التخمر، او حتى التمر، يعني كلشي كتهضموا الانظمه الهضميه اللي كتكون في الخميره البلديه وكتحفزها. وبطبيعه الحال عندنا الخروب كذلك كان كيتعجن به الخبز، يعني كانت هذه من الاشياء، هاد التوابل، القرفه، يعني كلشي هادشي كان كيتحضر، ولكن ملي كنضيفوا البيض البروتين الحيواني سبحان الله كندخلوا في واحد الصراع مع 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 الجهاز الهضمي اللي كينتج عنه بطبيعه الحال الافراز ديال مجموعه من التفاعلات الكيماويه اللي كلمنا عليها كتبدا قبل الطهي وعند الطهي واثناء الهضم. يعني كفانا من هاد يعني هاد التحضيرات هذه، وكفانا يعني يكون تغيير حقيقي جذري وليس تغيير مرقع بادخال فقط المكونات الطبيعيه، لا يكفي، ونقول بانها يعني تغذيه طبيعيه او منظومه طبيعيه، بل يجب مراعاه يعني هذا الخلط المواد الطبيعيه يجب مراعاتها بطبيعه الحال. بلا ما نطول عليكم، الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. شكرا على المتابعه، دائما مع التغيير، دائما لنعيش طبيعيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.